الإنسان أو الدواب، والدم معروف بين الفرث بين طعام الأمعاء والدم. كيف؟ لم يفهم. من بين فرث ودم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. إذا علامات واضحة جدا، لكن ما معناها بالضبط لم يفهم. نقرة الغراب الأعصم، الغراب الأعصم معروف، هو الغراب، الغراب تعرفون أسود، لكن بعض الغربان يصير فيه جناحه بعض الريش الأبيض، هذا يسمونه غراب أعصم. وقرية النمل معروف، فبدأ أخذ أدوات الحفر وأخذ معه ابنه الحارث وذهب إلى مكة إلى الكعبة يبحث عن مكان يحفر فيه، يبحث عن هذه العلامات. بدأ يبحث عن العلامات، منطقة كبيرة جدا لا يدري أين يحفر، فظل يتأمل. وإذ بقوم جاءوا ببقرة يريدون أن يذبحوها، وفعلا ذبحوا البقرة فسال الدم، لكنهم ما أكملوا الذبح قفزت البقرة. بعد ما سال الدم قفزت البقرة من مكانها بدأت تجري، فبدأوا يتبعونها فسقطت في مكان آخر، فعندها أجهزوا عليها وفتحوا بطنها وأخرجوا أمعاها وسال الفرث، فعرف أن ما بين هذا الدم وهذا الفرث في هذه المنطقة يجب أن يحفر، لكن بقيت منطقة كبيرة جدا لا يدري أين يحفر فيها. فبدأ يبحث فإذا قرية نمل في هذه المنطقة فعلا، لكن منطقة كبيرة جدا انتشر فيها النمل، لو حفرها كلها سيتعب تعب شديد. بينما هو كذلك جاء غراب أعصم فبدأ ينقر في مكان في ذلك المكان، فعرف أن هذا هو المقصود، إيحاء من الله عز وجل يريد أن تجدد زمزم على يد عبد المطلب. وفعلا هناك في هذا المكان بدأ يحفر عبد المطلب. سادة قريش ينظرون المشهد، جالسين، هذا من عاداتهم، كانوا يجلسون قرب الكعبة يتحدثون يعني يتشاورون إلى آخره، فواقفين يشوفون المشهد. وإذ عبد المطلب بدأ يحفر، فقاموا قالوا كيف تحفر عند الكعبة، ممنوع الحفر عند الكعبة. فقال للحارث أشغلهم، فبدأ يستمر بالحفر وهم يعني يلحون على توقيف هذا الحفر حتى لا يتعود الناس على الحفر قرب الكعبة. فالحارث بدأ يدفعهم ويشغلهم وعبد المطلب شغال. بينما هو يحفر إذ أصاب حجرا فصرخ الله أكبر، تحجبوا ما هذا، فبدأوا يشهدون، لأن توقفوا عن الاعتراض يريدون أن يعرفوا ماذا حصل عليه عبد المطلب. فبينما هو يحفر وإذا بطي البئر، طي البئر تعرفون البئر لما تحفر يضعون عليها حجارة حواليها، يبنون عليها حجارة، وإذ بهذه الحجارة قد بانت، طي البئر في داخل البئر توضع الحجارة، وإذ طي زمزم، فعرفوا أنه وجد زمزم. زمزم شرف الدهر، بدل ما يأتون بالماء من خارج مكة يسقون مكة ويسقون الحجيج من داخلها، أي راحة عظيمة وأي كرم سيكون بسقي الحجاج، توفير الماء، الماء من أصعب الأمور بالنسبة للعرب، والآن يكون عندهم عند الكعبة وزمزم الشريفة المعروفة، فشرف عظيم جدا. قالوا نحن شركاء معك، احنا شهدنا المشهد. قال لا، كيف تكون شركاء معي، انا حفرتها. فظل التنازع بينهم، اصروا حتى كادوا يعني يتقاتلون، قالوا نحكم، هكذا كان عادتهم، فمن نحكم، كان عادتهم ايضا يحكمون اما المعمرين او يحكمون الكهان او يتفقون على طريقة معينة من التحكيم، فاتفقوا على ان يحكموا كاهنة بني سعد، قبيلة بني سعد عندهم كاهنة مشهورة، قالوا نذهب اليها نحكمها. فكانت مقيمة في يثرب اللي هي المدينة شرفها الله تعالى. تحركوا نحو بني سعد، وإذ بهذه الكاهنة قد انتقلت إلى خيبر، مدينة مشهورة التي فيها اليهود، فتحركوا نحو خيبر. في الطريق ضاعوا، ما كانوا متعودين على هذا الطريق من المدينة إلى خيبر، متعودين من طريقهم، متعودين على طرقهم، لكن هذا الطريق ضاعوا فيه، ونفذ عندهم الماء، وكانوا مجموعتين، مجموعة عبد المطلب ومجموعة المنافسين له. مجموعة عبد المطلب انتهى عندهم الماء أولا، مجموعة ثانية ما زال عندهم قليل من الماء، فجاءهم قالوا أعطونا من الماء سنهلك، قالوا احنا أيضا سنهلك، لو أعطناكم الماء سنموت، فرفضوا أن يعطوهم ماء. فهنا عبد المطلب وأصحابه شعروا بالموت، فقالوا ماذا نفعل، فتشاوروا قالوا نحفر
قبورنا، كل ما مات واحد ندفنه حتى لا يبقى أحد بدون ما يدفن، وآخر واحد يعني يبقى واحد لا يدفن أحسن ما الكل لا يدفن. وفعلا بدأوا يحفرون القبور. بينما هم يحفرون عبد المطلب بدأ يفكر، قال يا جماعة والله إحنا ما فعلنا شيء، نموت في مكان على الأقل نبحث يمكن نلقى ماء، نموت ونحن نبحث أحسن ما نموت ونحن جالسين. طبعا فعلا هذا العقل، الحكمة أن الواحد ما يعجز، يحاول يتصرف، أما جالس ينتظر هكذا لا شيء فهذا من الخلل الذي يكون للإنسان. فإذا قرروا التحرك. فلما قاموا للتحرك بعير عبد المطلب وهو متحرك ضرب أحد هذه الحفر برجله فنبع منها الماء، ماء قليل، فسقوا وشربوا وأخذوا ما أعطوا جماعتهم الآخرين. فجماعة الآخرين لما رأوا ماء في صحراء ينبع بهذه الطريقة قالوا الذي أنبع لك الماء في هذه الصحراء لهو الذي هداك إلى زمزم، أنت صاحب زمزم، وأقروا له بذلك ورجعوا دون أن يذهبوا إلى الكاهنة. أنا أذكر لكم هذه القصص حتى نعرف القضايا التي كانت تشغل العرب وطريقة عملهم وتحكيمهم وكذا، كان هذا همهم، مشكلتهم الرئيسية الشرف والسؤدد والمياه والحج والشر، يعني هذا الفخر، هذه كانت قضاياهم. فهكذا كان أمر حفر زمزم، وصار عبد المطلب هو المشرف على زمزم لا ينازع في ذلك، وصار له شرف الدهر بالنسبة لهم، هو الذي يسقي الحجيج من زمزم، ممنوع أحد يسقي من زمزم إلا هو، هو الذي يجلب الماء، هو وابن الحارث. لما رجع عبد المطلب فكر، قال أنا والله ما تجرأوا علي إلا لأن ما عندي أولاد، أولادي قليلين، لو كان عندي أولاد كنا قوة ما أحد يتجرأ علي. فنذر، قال لئن جاءني 10 ذكور